الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أعلم قل لك إنك لم تردني أعمل صبرا. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية اقتدأما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تجد عليه صبرا. أما السفينة وكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم مالك يأخذ كل سفينة قصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما بغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رهما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تدع عليه صبرا. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الذي آتيناه من كل شيء سببا. فتابع صبا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين همئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم تبع صبا حتى إذا بلغ مدلع الشمس وجدها تدل على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد حدنا بما لدي خبرا. ثم تبع صبا حتى إذا بلغ بين الصبين وجد من دوني ما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك كرجا على أن تجعل بيننا وبينه سدا. قال ما مكني في ربي خير فأعينوني بقوة نجعل بينكم وبينه ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوي بين الشدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرد عليه كبرا. فمسداه أن يظهروه وما التداه له نقبا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضه يومئذ يموج في بعض ونفق في السور فجمعناه جمعا. وأرنا جهنم يومئذ للكافرين أرقا. الذين كانت عينهم بجمع إن عن ذكري وكانوا لا يتدين.